Radio NFM 91.2. Radio NFM SmartTech. مرحبا، اهلا وسهلا بكم في سمارتك. نحكي لكم اليوم على شركه فيديولان المنتجه للليكتور فيديو VLC. الشركه الفرنسيه اعلنت مؤخرا على جديد التيك بريفيو والمتمثل في البريزون شارج دو لا فيديو 360 دوغري. فيديولان عملت شراكه مع ستارت اب للواز جيروبتيك المتخصصه في صناعه الكاميرا 360 دوغري. الخدمه هذه باش تكون متوفره في لي فيرسيون 3.0 دو VLC اللي من المفروض كانت تخرج من 2015. سيت تيك بريفيو نجمو نخدموها على الماك او اس 10.10 ويندوز 7 واللي من بعده. لا فيرسيون فينال باش تكون زاد على الاي او اس اندرويد ولينكس. كان هذا كل شيء في سمارتك لليوم. كل اخبار التكنولوجيا تلقاوها على موقعنا على الانترنت www.dwnfm.net والا على صفحتنا على الفيسبوك راديو دي ان اف ام. وتبقى لي كم باش نقول لكم تشاو وباي.